أعزائي متابعينا موقع مصراوي، احنا من إمبابة، افتتاح معرض السوق اليوم الواحد المتوفر فيه جميع السلع، سواء كان خضروات أو لحوم أو رز وزيت ومكرونة وصابون، كل جميع أنواع الموظفات. النهاردة الافتتاح هيتم الآن. طبعا أهل المنطقة المجاورة، إذا كان يعني حد من متابعينا عايز يعرف مكان السوق، احنا في الشارع الفاصل ما بين الترسنة وما بين صوامع إمبابة، يعني بعد أرض الجمعية على طول مباشرة. تابعونا. معاك اهو يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، يلا حضرتك تعالى كده شويه، انت شويه، يلا يا وحش اتحرك. حضرتك مش بس مساحه، مش يبقى باين، يبقى باين، يبقى باين، شوف شوف شغل العقل. يلا يا رجاله حصل، بس عشان حصل اتحرك يا فندم، اتحرك. يا ريت نفتح نفسنا، نرجع لورا ونفتح نفسنا يا جماعه. عايزين نرجع نفتح نفسنا، نرجع نفتح نفسنا عشان نقفل عنه. نفتح عشان نجيب الثلاثة يا جماعة. عندك ب 100 في المجمعات اللي هي اقل من السوق، برضه هنا اقل من المجمعات 80 جنيه. اتحرك يا فندم، اتحرك لو سمحت. نرجع ونحاسب ظهرنا، نرجع ونحاسب ظهرنا. نتحرك لو سمحتوا، نتحرك لو سمحتوا. حد يعدي قدام البضاعة بعد كده يا جماعة. بس الناس بتعرف. نرجع لورا بس. طيب برافو عليك، ربنا يوفقك. هو ده الناس متوفره عشان البراك وكل طيب. حلو، يلا يا رجاله اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. يلا رجال، حاسس ان
بص بقى ده سنت راس ده ده بالفيل القطن ده 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 ويعمل جزء ده على غير الحاجات اللي بتتعايد. يلا حضرات يلا رجاله يلا يعني ايه هو الزيت الوحيد اللي هو في الموضوع كله حضرتك العيد عشان انا كنت داخل الكوليسترول ده حضرتك يعني ايه يعني استخدم الاليه مره واثنين وثلاثه ماشي ومالوش ريحه خالص بس سيادتك بس معانا وبعدين الساعه 9:30 من 84 ل 87 ماشي ده سيادتك العباد العباد برضه 8 اه تمام وال5 2 68 خليط 1 خليط 71 84 3 بالك ماشي يا فندم ربنا يوفقك ده طعم مصر يلا كده المايه معايا شويه يلا يا جماعه مية مميزة والضرورة الجديدة دي ثلاثة وخمسة حلو قوي حبه البركه كمان يلا يا جماعه يلا حضرات يلا يا جماعه بس انا شباب انا شباب نخلي يلا يلا الوزير مستمرين في الاسعار خاصه في الشريف بس مش عايز نرجع ورا شويه هو حاجه بس يا جماعه واحنا تبع عسلتنا كل حته عند المواطن بنوفر له جميع ورا شباب ان شاء الله ان شاء الله المحافظه وده من 26 ل 23 اتفضلوا يا جماعه وسع بقى يلا شويه اهلا وسهلا اكلمه ممتاز جدا.
يلا ماشي الحمد لله الحمد لله. يلا لازم كده ورا شويه، هرجع ورا شويه معلش، هرجع ورا شويه. طيب ورا شويه من غير اي تفاوت او سبب او اي حاجه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله السبب ان احنا الحمد لله. يلا رجاله بس يلا رجل. ارجع باشا، ارجع ارجع كده بعد اذنك، ارجع ارجع باشا، ارجع يلا 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 ارجع باشا ورا شويه، ارجع سكر يا فندم. انا ما انعكش على فكره، ما انعكش ما تصور، ما تصورش مش ايدك بس، ايدك بس شويه. طيب نزلته على 150 كمان. برافو عليك، برافو عليك، هو ده الكلام ان شاء الله. دايما كل المعارض اتفق معاك. طيب واتفاق مع اتحاد المدير ده واجب طبعا، حاجه عظيمه جدا ان شاء الله. بالتوفيق يا فندم. ما شاء الله الاخبار كويس. استاذنكم معلش، استاذنكم شويه يمين عشان نجيب البلد. كويس حركه يا جماعه. يلا يا شباب يلا يلا شباب يلا 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 رجاله يلا باشا. ما اعرفش شو يا جماعه النهارده اليوم ده وانتم مكبوطين اكيد. انت عارف لما تعدي يلا بس يا جماعه بس يا بس يلا ما شاء الله هو مش ده كان ب 5 7 جنيه. اه نزل اهو نزل. احنا يا فندم ده ب 12 جنيه الرز نازل من 135 ما شاء الله. الرز الرقيه الحبه يزيد بيه من 32 ل 30 ل 38 ما شاء الله. برافو عليك الشيخ. طبعا احنا يعني توسعنا فيه. يلا حضرات يلا يا جماعه اللي يطلع بس عشان ما نلمسش الدنيا. تعالى بقى هنا فاضي هنا فاضي يلا شباب يلا شباب يا جماعه ماشي اه حلوه دي. واحد ما شاء الله.
طبعا اسم عريض طبعا طبعا يا كلنا بنشجع على حاجه كلنا بنشجع يلا رجاله يلا تعالى بقى هيطلع يتحرك صباح الخير شركه مضارب الشرقيه شركات تابعه للشركه الحمراء موجود في سندريلا موقع الكتروني زيت وخار بالاضافه للمكرونه برضه سندريلا الله برافو عليك احلى التوفيق يلا شباب حركه يا باشا سلام حضرات سلام يلا شباب حاجه عظيمه جدا شكرين على مشاركتكم معانا اسعار مميزه اهي حافظين اسعاركم طبعا هنا انتوا عاملين اسعار كويسه ربنا يوفقكم يلا شباب يلا يلا الله حركه يلا شباب خد يبقى شباب يلا خد يلا جمع يلا يلا شباب على التنسيق يلا المؤتمر الصحفي يلا يعني يا صاحبي يا صاحبي تعالى تمام حضرتك هل اسعاره ايه يلا السعر مهم يلا باشا معك تعال على بص بص كده بص كده تعالى كده تعالى تصور بس ورا شويه بعدين تصور ورا الصوت تمام كله تيست الصوت جاي تمام تمام صباح الخير عليكم اشكركم على دايما بنقابلكم كده في الاجازات دي وشوفوا السوق الواحد ده احنا النهارده يعني بعد فتحنا السوق الواحد في ليله الاصل وبعدين حلوان وفي نفس التوقيت في الاسماعيليه الان في السوق الواحد وبني سويف والنهارده بضيافه اخي وزميلي اللي هو عدو نجار محافظ الجيزه نشكره على توفير المكان ونشكره على الدعم المستمر وزي ما كنت بتكلم انا واخي معالي المحافظ انه يعني ده اول مكان في الجيزه النهارده ولكن ان شاء الله هيبقى في اماكن اخرى هو وعد بتوفيرها واحنا ان شاء الله دايما هنكون موجودين السوق الواحد بيتطور كل اسبوع وكنت بسمع اراء اهالينا بيقولوا عايزينه يستمر هو مستمر هو فلسفته ان هو مستمر هو كل يوم جمعه باذن الله الاماكن اللي احنا افتتحناها السابقه والنهارده هتيجوا ان شاء الله كل جمعه هو في نفس المكان يمكن في بعض المحافظات تغير الميعاد يبقى يوم سبت او يوم اثنين عشان الشركات المنتجه والشركات القابضه تجعل الوزاره تقدر تناول توفر الكميات اللي حضراتكم شايفينها اسعارنا في المجمعات اسعار منافسه جدا لكن الاسعار ده في السوق الواحد اقل كمان من الاسعار في المجمعات الاستهلاكيه شفنا حاجات نزلت حتى عن الاسبوع اللي فات شفنا اسعار بتتحرك الى المستويات الاقل ثقه العملاء وثقتهم ان انتم يعني بتلاقوا اللي انتم عايزينه من منظفات والخضروات من مخبوزات من لحوم من بيض من دواجن تجهيزات الدواجن المجمده تجهيزات للحوم ادوات مساعده لعمليات النظافه كل ما تحتاجه وزيت البيت كل ما تحتاجه الاسره ليه في اليوم الواحد اثناء العطله الاسبوعيه يقدر يحصل على اللي هو عايزه من السوق هيتطور السوق اكتر وان شاء الله هنبقى متواجدين فلسفتنا ان احنا اللي هنجيلكم باذن الله لاماكنكم كل مكان في مصر ان شاء الله في جميع المحافظات هيبقى فيه السوق الواحد وهيبقى فيه
لكل المحافظة على حسب الكثافة بتاعتها إن شاء الله أكثر من شو واحد. وكرر شكري لزميلي وأخي معالي المحافظ لواء عادل النجار، وبترك له الكلمة للترحيب بحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. بنشكر اولا واخيرا معالي الدكتور وزير التموين الدكتور شريف المبادره دخول اليوم الواحد اللي اتحققت هنا في شمال الجيزه. احنا هنا في منطقه امبابه، في حي امبابه، ولكن احنا بنخدم امبابه والمنيره الغربيه والوراق نتيجه تقارب ثلاث احياء مع بعض. المكان مكان محترم وراقي. الاسعار، ودي اللي بتهم المواطن جدا واهالينا اللي احنا وعدناهم. وبنشكر معالي الوزير ان هو دخل القطاع العام على القطاع الخاص وطبق ثقافه محترمه جدا في الاخر خالص بتفيد المواطن. الاسعار تخفيض التخفيض زي ما بيقال حرفيا. يعني احنا معالي الوزير مشكورا مرينا على كل السلع الرئيسيه اللي بيعوزها المواطن من سكر وزيت ولحوم وبيض ودواجن وزيوت بكافه انواعها، لقينا الاسعار في متناول المواطن. لا دي اقل من بره وبكثير. وزي ما وعد سيادته بنشكره اللي في استمراريه باذن الله للمكان ده. وزي ما سيادته برضو وعد ان شاء الله احنا عندنا، احنا دلوقتي في منطقه شمال الجيزه، ان شاء الله على اهالينا في محافظه الجيزه الخير يعم، ونوحد السوق الواحد تدريجيا ان شاء الله الاسبوع الجاي استمرارنا في ذات المكان. وان شاء الله عندنا مكان جديد هيبقى في منطقه من مناطق جنوب الجيزه ناحيه العمرانيه ان شاء الله والقلبيه والاحياء اللي في الجنوب. بكرر شكري لمعالي الوزير، وان شاء الله باذن الله نفتح السوق حالا والمواطنين يستفيدوا. وشكرا جزيلا لحضراتكم. يلا سيد، يلا اعمل الاستاند. متابعينا متابعي موقع مصراوي، احنا تم افتتاح هذا المعرض او السوق اليوم الواحد. زي ما قلنا ده مكانه موجود في الشارع الفاصل ما بين الترسانة البحرية وما بين سور الصوامع. السوق ده موجود اليوم واحد، متاح فيه جميع السلع. احنا هنمر كده في جولة سريعة على المعروضات والاسعار عشان اذا كان حد محتاج ان هو يعرف الاسعار او يعرف الاماكن يبقى من خلال موقعنا موقع مصراوي. احنا معاكم في جولة من داخل السوق ان شاء الله نعرفكم على كل المعروضات واسعارها. تابعونا. احنا ما ننساش برضو ان احنا كان النهارده معانا في الافتتاح معالي وزير التموين والسيد محافظ الجيزه ورئيس الشركه القابضه. اهم الحضور كان طبعا في افتتاح المعرض، وزي ما قالوا ان المعرض ده موجود في اماكن عده، مش في المكان ده بس، انما في اماكن تانية موجود زي ما احنا شايفين. خضروات متاحه، زيت موجود، زيت ومنظفات، وهذه معروضات كلها. فاحنا معاكم من داخل السوق في جولة. الله، عربيتين، ها عربيتين كده. ايوه يا فندم. غريب غريب عايز
يعني زي ما احنا شايفين بدأ الإقبال من المواطنين بعد انتهاء جولة الوزير للإطمئنان على استعدادات استقبال المواطنين. صور الواد ده عشان جبته كمليون واحد زيرو كسر اللي الفلاحين بيقولوا عليه سوبر شبح ده من الكيس للحلة مبكر القرونية 27 جنيه وفي كمان الكهرمانة ب 26 الكهرمانة ده فيه نسبة كسر أو حاجة ولا 2% للأمانة هو ده
ده 26 كله حلو انا كده ده هو مرتين مين يا باشا اتفضل يا فندم كده تصور عشان انا اخد مواصله لحد منين عن تحتي انت ماشي جسمه وشرايه في سنه عصفور كده لا لسه بقى كده كده يا شباب الدنيا ده عشان نمشي بس اهو الله يبارك لك بعني يا هرم وبيع ابويا يعني المفروض ان نعطوا ربنا بقى انتوا كده رحلة سعيدة ماشي روح رايح انت مش هتروح تنام خد ياسر بقى معاك ياسر سبع خشن وفي ناعم في نوعين اه والله في نوعين خشن وناعم سكر هل في كميات محدده للفرد ولا اه يعني هو 2 كيلو اقصى حاجه لا احنا عايزين صحه مش عايز بس عشان اقول لك انا بدل
طبعا احنا الفتره الاخيره كنا اسعار البيض بتشهد ارتفاع شديد، الناس كلها كانت بتسال على اسعار البيض. دلوقتي احنا زي ما احنا شايفين النهارده سعر طبق البيض 145 جنيه بدل 165. طبعا متاح هنا في المعرض كميات كبيره من البيض موجوده، اهتمت يعني الوزاره ان هي تطرح كميه كبيره من البيض طبعا لأسعار المرتفعة اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، الناس محتاجة أطباق كتير. احنا معاكم النهاردة في السوق بنوريكم كل المعروضات اللي موجودة، وبعد الافتتاح كمان ادي الإقبال موجود في السوق، مفيش حاجة مش موجودة، كله متاح لست البيت اللي محتاجة سواء كان فراخ لحوم. احنا يمكن اهو داخلين بنوريكم ان في دواجن مجمدة. وده سعرها 135 الكيلو، دواجن برازيلي. وهنا برضو ادي عربية اللحوم موجودة. طب حطي خلطه فيها تاني عشان وراح فين يا احمد عبد الله الواز راح فين؟ عم رضا هو في كم زيادة؟ احنا طبعا زي ما انتم شايفين مش مخلين لا شركه عارضه ولا حاجه موجوده الا بنجيب لكم اسعارها وعشان اللي يبقى عارف اسعار السوق. طبعا احنا دلوقتي احد الشركات العريقه في مصر الوطنيه شركه اها ومعارضاتها، احنا بنتابع معاكم برضو من شركه اها الاسعار والمعروضات الخاصة بشركة اها، شركة وطنية طبعا من اقدم الشركات. المانجا
كله كده 272. حسب الشارع اطلع بدوله وتعالى والله لا زعلان منك ليش اهو شيء جميل شيء جميل ما شاء الله شيء طبعا احنا متابعينا جبنا لكم كل تفصيلة في السوق، كل سعر موجود، كل صنف بكل دقة. احنا نقلنا لكم من سوق اليوم الواحد بإمبابة المنتجات بأسعارها بتفاصيلها بكلها، لان طبعا احنا دايما بنجيب اللي بيهم متابعينا، بنجيب لهم كل التفاصيل، بنلف معاكم في كل مكان عشان نوريكم او نوفر لكم الخدمات اللي انتم بتطلبوها او اللي انتم محتاجينها.
احنا كنا معاكم في بث مباشر من منطقة امبابة سوق اليوم الواحد اللي افتتحه وزير التموين ومحافظ الجيزة ورئيس الشركة القابضة للسلع الغذائية. جم اطمأنوا على حالة المعرض وبعد كده تم فتح السوق للجمهور اللي احنا زي ما احنا شايفينه دلوقتي في اقبال من المواطنين لشراء المنتجات. كان معكم في بث مباشر محمد معروف من منطقة امبابة. هنقول المكان تاني ما بين سور الترسنة وسور الصوامع البحرية الصوامع الغلال في الشارع الفاصل ما بينهم.